السلام عليكم. معكم رشيد اجبار، مشجع قديم ديال ليكيب ناسيونال. بون، في 1986 بالنسبه لي انا وانا كنتشاهد على الملحمه وعلى النهضه الكرويه المغربيه، لا مودرنيتي فوتبوليستيك ماروكا كانت في مكسيكو بوان با. سي فغي في 1970 كانت شي حاجه، كانوا البوادر، مي بالنسبه لي انا في 1986 ليكيب ناسيونال تكلمات بلغه الكره، كنقولوا له ستيل، كنقولوا له شارم، كنقولوا له تاكتيك، كنقولوا سوكي ارتستيك سبورتيف سوسيال، كاينه لانديفيدواليتي، كاينه سوكي كوليكتيف، بوكو دو شوز. كان ملي كنقولو 86 كنقولو زكي، كنقولو دورمي الله يرحمو، كنقولو خليفة، كنقولو كريمو، كنقولو تيمومي، كنقولو حداوي، كنقولو خيري، كنقولو المريس. لاعبين بالنسبة ليا أنايا كرياو لو فوتبول ماروكان. لو فوتبول ماروكان جا من المكسيك، لا فوتبوليستيك، لا مودرنيتي فوتبوليستيك بانت في الثمانينات. أوي تما في بنت بكري سكي مال، اننا ما حافظناش على داك لوستيل، ودوك اللاعبين قرضوا مبقيناش كنقلبوا على لوستيل، واحد لوستيل جو ماشي من طبيعتنا، سي نورمال ما يعطيناش. الا رجعنا لوستيل ديالنا بيان سور غادي نحققوا داك الشيء اللي كنتمناو. من بين يعني الطرائف واحد الكونتراتاك ديال خيري، وانا كنت في التريبيل ديك الساعه كان كنشجع وداكشي، هز درابو ماروكان ونقول خيري خيري، وانا مع ديك الكروشاج ديالو هو طحت انايا، فهمتيني، طحت من التيران ضربت انايا في مكسيكو كواد على خرا. فوالا سي كلشي كيهون في سبيل الوطن. عشنا لحظات زوينه، نتمنى ان شي نهار اننا نعيشوها. السلام عليكم.